اول ظهور ليكي كنت بتقدمي 1/1/76 مذيعة رابط ولا طبعا على طول في الاول بتبقى اول حاجه هي مذيعة الرابط مذيعة رابط هوا كمان طبعا يعني هي طبعا هوا وكنت بتقولي بيتابعوكم حتى بعد ما بتطلع طبعا مفيش حد يسيبك لا بيتابعونا ما احنا نزلنا خلاص واشتغلنا لكن مش هيسيبونا برضو بيفضلوا يشوفوا لا طب انت عملتي ايه طب انت قلتي كده ليه طب ده بعد في الاخر يعني بس فجت لي بقى مدام اماني ناشد الله يرحمها حبيبتي وهي كانت اختارتني انا من الاول مجموعه جت فبتكلمني بقى تقول لي هي سوزان عملتي ايه سوزان قلت لها عملت ايه انا ما كنتش سامعه انا بقول ايه اصلا من يعني خايفة طبعا طبعا لا انا مطلعه الكلام عامله حسابي لكن مش شكل آلي بالظبط كده لان شاشه وحيده ومصر كلها بتتفرج عليها طبعا طبعا يعني والجيران يتلموا عند الجيران ويتفرجوا سوزان حسن كان اول مرتب قبضتيه كام؟ كانت حاجات بسيطة جدا حاجة 20 مثلا 20 او 20 او 30 بالكتير كان مبلغ؟ لا ما هو لا يكفيكي كمذيعة عشان تشتري لبسك لا يمكن لا يمكن طبعا لا يمكن لا 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 ما فيش كده طبعا لا يعني الحمد لله كان في في عندنا يعني يمكن يمكن حضرتك خدت بالك ان انا عندي مثلا امي عندها والوالد نفس الكلام فيعني لا ما كانش عندي مشكله في الحاجات دي خالص يعني لكن التلفزيون ما كانش بيصرف ليكم بدل لبس بدل لبس لا كلام عبيط لا كلام صغير يعني خفيف يعني مش اي كلام في المقابل الانطباع العام عن التلفزيون المصري ان اغلب مقدمي البرامج فيه مذيعات يعني الرجال عددهم اقل يعني المذيعين كان اغلبهم بنشوفهم في الاخبار في النشره في النشرات ولا البرامج السياسيه لا ابدا ومثلا ما في محمود سلطان عالم الحيوان كان عالم الحيوان لا في طبعا بيعملوا حاجه البرامج السياسيه طبعا دي كانت احمد سمير وبرضه محمود سلطان وزينب سويدان ويعني كل المجموعه وزينب الحكيم وكل ده كل ما كان بيقرا في الاخبار كانوا بيكونوا موجودين وكانوا بقى بعد كده في صباح الخير ما هو برضه كان في بعد كده حاجات جديده بتيجي زهر. يعني صباح الخير طبعا كلمينا عن النفسنة مذيعات جميلات بتطلع على الشاشه دي اكثر شهره دي اقل شهره الكلام ده هل كان بيبقى فيه كده امور من تحت لتحت والله مش انا بحكم طبيعه العمل اللي احنا بنمارسه كاعلاميين ممكن بس انا من النوع الحقيقه اللي ما باخدش بالي في حاجات زي دي كتير وما اعرفش حتى اشتبك مع حد يعني يعني كل حد له شخصيه وله تصور وله شكله وكنا بنقعد مع بعض في استراحه المذيعات ده من الصبح لبالليل في ثلاث فترات فكنا اللي خلص روح واللي خلص ممكن يقعد كان في روح طيبة. لا روح كويسة جدا لا 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 حقيقي حقيقي من رؤساء التلفزيون لحد حضرتك بقى اتصعدت وبقيت رئيس تلفزيون مدام سامية صادق الأشهر همت مصطفى مدام همت مصطفى هي كانت الأول لما أنا كنت بقى طلعت على التلفزيون مدام سامية صادق أنا سافرت بقى معلش سافرت رحت إنجلترا مع جوزي كان بياخد زمالة كلية الجراحين الملكية في إنجلترا فأنا بالظبط اشتغلت 6 شهور في التلفزيون وسافرت على إنجلترا 6 سنين انت سافرتي من 76 ل 82 كده بالظبط ووافقوا في التلفزيون تسافري طبعا انا واخده ما هي دي رحله مع الزوج او يعني قانون العمل يسمح بيه بالظبط مرافقه زوج بالظبط بالظبط فطبعا هناك رحت شفت لقيت ان التلفزيون بتاعنا نسخه من البي بي سي يعني ده تلفزيون يعني عبد القادر حاتم لسه هقول لك الوزير الاشهر عبد القادر حاتم نقل نسخه من البي بي سي تيبيكال بالظبط تيبيكال بالظبط قناه اولى اسمها بتخاطب جميع شرايح المجتمع نعم والقناه الثانيه هي الثقافه والعلوم والفنون ثقافة وعلوم وفنون وده فعلا وهو يعني ده كده وهو الحكاية مش محتاجة غير كده لإنما أجمل ما في الموضوع إنه مثلا مفيش حاجة اسمها كل يوم في برنامج للأطفال في كل يوم برنامج للمرأة للشباب
للفلاحين، بس الفلاحين مثلا بالاسبوع مثلا، انا عايزه اقول اللي هي الفئويه بتبقوا اسبوعين. طبعا، وفي مثلا الثقافه والعلوم والفنون والحاجات الاجنبيه والباليه والكلام ده كله، ده كان في القناه الثانيه. انما الاولى كانت على طول على طول في كل يوم برنامج اطفال لازم، وبرنامج مرأة زي ما قلت لحضرتك، وبعد كده بقى بتكمل بقى في النشرات وفي السهرات وفي الأفلام وفي، يعني ده في القناة الأولى.